التونسية. فريق رجاء استقبل من مركب محمد الخامس فريق البنزرتي التونسي برسم الدور التمهيدي لكأس الاتحاد العربي لكرة القدم. اللاعب محسن ياجور نجم اللقاء سيتمكن بمجهود فردي هائل من افتتاح الحصة لفائدة فريق الرجاء البيضاوي، وذلك بعد مرور 17 دقيقة على انطلاق المباراة. هذا الهدف زاد من حماس فريق الرجاء البيضاوي في تحقيق فوز عريض على فريق البنزرتي التونسي، ليتمكن نفس اللاعب محسن ياجور من إضافة الهدف الثاني للرجاء في الدقة 38 من اللقاء إثر ضربة خطأ نفذها ببراعة. فريق الرجاء البيضاوي قدم عرضا جيدا رغم بعض الهفوات الدفاعية التي كادت أن تغير من نتيجة اللقاء في أكثر من مناسبة، لكن قبل نهاية اللقاء بحوالي 11 دقيقة سيتمكن اللاعب الحافظي من توقيع الهدف الثالث للرجاء قبل أن يضيف اللاعب حمزة بورزوق هدفا رابعا في حدود الدقة 90 من اللقاء. هادشي يجي عن عمل الحمد لله، يعني بداية ديال السنة الحمد لله كيماشي، يعني النتائج ديال الفريق كاملة كانت يعني في منحة تصاعدي الحمد لله، وبالنسبة للمشاركة ديالنا في مجموعة ديال الواجهات الحمد لله، يعني الترسانة البشرية اللي كاينة في الرجاء البيضاوي يعني قادرة أنها تشارك بجميع المنافسات، فريق كبير فريق ديال الألقاب، كنتمنى من الله أننا نشوف المسار صحيح إن شاء الله. فوز مهم للرجاء، لكن يبقى الأهم هو الفوز باللقب وما قدره 600 ألف دولار.